لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، فما أتقي؟ فأومأ صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وهذا الرجل هو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على وفق شرع الله، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاش على ذلك إلى الموت. فمن قالها بصدق وإخلاص وعمل بها ثم مات فهذا ممن تنطبق عليه الآية: فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وقد أمرنا الله عز وجل ألا نموت إلا ونحن مسلمون، فقال عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حافظوا على إسلامكم حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه. ثم استقاموا، أي استقاموا على التوحيد كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يستقيم على التوحيد، لا يشرك بالله شيئا. ومن عاش كذلك فهو سعيد، فهذا من أهل الجنة، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عمر رضي الله عنه قال: استقاموا والله لله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب، إنما استقاموا لله عز وجل بطاعته. أولئك في آية فصلت: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي عند الموت، ألا تخافوا أي مما أنتم مقدمون عليه، يطمئنونهم، ولا تحزنوا أي على ما تركتموه وراءكم من أهل وولد ومال، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر المؤمن بالجنة عند الموت، تبشره الملائكة، فعندئذ يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي الله عز وجل سبحانه يخبر أن الملائكة كانوا في الدنيا أولياء للمؤمنين، يحبونهم، ينصرونهم، يدعون لهم، وكذا في الآخرة. فانظر إلى هذا الإطمئنان عند الموت وفي القبر وعند البعث، عندما يبعث المؤمن تكون الملائكة في استقباله، يطمئنونهم،
ويؤمنونهم من الخوف من الخوف والفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول الله سبحانه وتعالى في آية الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه، ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني على ما تركوه، ما تركوه وراءهم في الدنيا. أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة، أي من كان بهذه الصفة فهم من أهل الجنة. أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي الأعمال سبب لنيل الرحمة جزاء بما كانوا. الباء هنا باء سببية، يعني بسبب أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، فالله عز وجل يجعل لهم هذه الكرامة وهذه البشرى، وذلكم الجزاء العظيم. ثم يقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لما أمر الله عز وجل بتوحيده سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، أمر الله سبحانه وتعالى بالوصية بالوالدين. ودائما في القرآن يقرن الله عز وجل بين هذين الأمرين، يعطف سبحانه وتعالى ببر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لعظيم حقهما، لعظيم حقهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا هذه منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسنوا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذه وصية الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية الله، الله عز وجل. والمؤمن يجعل وصية الله سبحانه وتعالى هذه أمام عينيه، حتى وإن وجد من والديه جفاء، حتى وإن وجد إساءة منهما، لأن بعض الآباء والأمهات يسيئون تربية أولادهم ويسيئون المعاملة، حتى وإن رأيت منهما أو من أحدهما ذلك، فإننا أمرنا أن نحسن إليهما، وأمرنا أن نتقي الله في من لم يتق الله فينا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني يعلم ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالإحسان إلى الوالدين. حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا، الكره المشقة والتعب، كرها أي مشقة وتعبا من وحم وغثان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما ينال الحوامل من تعب ومشقة. حملته كرها ووضعته كرها، أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته. من رحمة الله عز وجل أن وكل بالأرحام ملكا، هناك ملك الأرحام موكل بالأرحام،
فعندما تقع النطفة في الرحم تقع في يد الملك، ثم يسأل الله عز وجل: ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، والملك يخلقه عن أمر الله عز وجل وبإذنه، وينقله من طور إلى طور حتى إذا جاء موعد الخروج وسع له الملك المخارج، وإلا كيف يخرج هذا المخلوق من هذا المكان؟ فهناك ملك، ملك موكل بالأرحام، ملك كريم عليه السلام. ووضعته كرها، أي بمشقة، شدة الطلق. هذا الرجل الذي طاف بالكعبة ويحمل أمة، ثم جاء إلى عمر، ونفس القصة مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له: أتراني بذلك قد وفيتها حقها؟ قال: ولا بطلقة، ولا بطلقة من طلقات الولادة. حامل أمه ويطوف بها، فيقول: ولا بطلقة من طلقات الولادة، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية الكريمة استدل بها علي رضي الله عنه على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال ابن كثير رحمه الله، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، استدل بهذه الآية مع قوله سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين، أي الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يبقى فصاله في عامين 24 شهر، يبقى تبقى كام؟ 6. إذن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وهذا استنباط صحيح، وهذا أيضا مروي عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فعن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة، فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها، قالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط، يعني أبدا، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما 6 أشهر، يعني ولدت جنينا كاملا 6 أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما فطنت بهذا، علي بالمرأة، فوجدوها قد فرغ منها. قال معمر:
فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه. قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة، ما زالت تأكله حتى مات. هذا ذكره ابن إسحاق ولكن فيه عنعنة، يعني قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله. محمد بن إسحاق إذا عنعن فهو ضعيف، أما إذا حدث فحديثه حسن. وهذا فيه ومن غيره درس مهم، أن الفتوى ينبغي أن تكون بعد اجتهاد شديد، ولا مانع من أن يسأل غيره إذا التبس عليه الأمر، لأن الفتوى يترتب عليها أمور كهذه مثلا، ممكن إنسان يقتل، ممكن إنسان يسجن، ممكن ينتقل الحق إلى غير أهله، ممكن المرأة تطلق من زوجها، ممكن يجمع بين الرجل والمرأة في الحرام. فالأمر عظيم، الفتوى هذه باب خطير. فإذا سئل الإنسان عما لا يعلمه يقول الله أعلم. ومع ذلك لو حدث هذا وحدث خطأ فإنه يودى من بيت المال، يعني الحاكم يدفع ديتها من بيت المال. أي إذا أخطأ الحاكم في خطأ ما وأدى إلى موت أحد فإنه يودى، لأن هذا وارد ووارد أن يحدث. المهم أن هذه الآية الكريمة استدل بها علي رضي الله عنه وغيره على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، حتى إذا بلغ أشده يعني قوية وشبا، حتى إذا بلغ أشده يعني قوية وشبا وارتجلا وبلغ 40 سنة. سن 40 سن تناهي العقل، تناهي العقل في سن 40 وتمامه أيضا. إنسان يكمل عندما يصل إلى سن 40، يعني يفضل شاب شاب هكذا لحد سن 40، يكمل عند سن 40، فيكمل فهمه وعقله وحلمه. ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. يعني إنسان إذا وصل سن 40 لا يتغير عما كان عليه قبل ذلك. لذلك الإنسان عليه أن يجتهد في أن يكون صالحا قبل 40. فغالبا أن الإنسان بعد 40 يعيش على ما كان عليه قبل 40، ولو كان يتعود المعاصي فإنه عياذا بالله سيأتيها بعد 40. فالعبد يعود نفسه على طاعة الله عز وجل. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. إذا بلغت 40 فخذ حذرك أو حذرك. إذا وصل إلى سن 40 قال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه، أي في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي، يعني أصلح لي في نسلي وفي عقبي. الإنسان لما يدعو يعني يدعو لي، يدعو لنسله وعقبه، ممكن العقب ده يوصل لأحفاد الأحفاد. فيدعو الإنسان بهذه الدعوة الجميلة الصالحة، وأصلح لي في ذريتي التي أرشدنا الله إليها، وأصلح لي في ذريتي، يبقى هذه تأخذ الأحفاد النسل والعقب، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فهؤلاء المتصفون بما ذكرنا، التائبون المنيبون المستدركون ما فات بالتوبة، هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، فيغفر الله عز وجل لهم الكثير من الزلل، ويتقبل منهم اليسير من العمل في أصحاب الجنة، أي هم في جملة أصحاب الجنة. فهذا هو حكمهم عند الله، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صادق الوعد، والله لا يخلف وعده، فإنه وعدهم في الدنيا بذلك، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك في الدنيا، ويوم القيامة يصدق وعده عز وجل. كان السلف إذا بلغ الرجل 40 سنة يقلل من اختلاطه بالناس، إذا بلغ 40 سنة يقلل من اختلاطه بالناس ويقبل على العمل الصالح. وكان العلماء إذا بلغ أحدهم 40 سنة أقبل على العمل الصالح، كما ذكر القرطبي رحمه الله، وكما ذكر الإمام مالك، ذكر القرطبي عن الإمام مالك رحمه الله، كان علماء المدينة الذين أدركهم الإمام مالك رحمه الله هذه صفتهم. وكان منهم من لا يضع جنبه على الأرض إذا بلغ 40 سنة. الله المستعان، الله المستعان. فكل منا يستحضر أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد إذا بلغ هذا السن، أي سن 40، سن الإنابة والتوبة وتجديد العزم على المسير إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يحذر من ذنوبه، يتوب إلى الله، كما أنه يتقرب إليه، كما أنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلم. فمن هداية هذه الآيات الكريمة أن العبد المؤمن يستقيم على الإيمان والتوحيد وعلى العمل الصالح حتى يموت عليه، إن مات عليه فاز. كذلكم أيضا الوصية بالوالدين، الوصية بالوالدين، وأن يعاملوا بالإحسان، والإحسان لين الكلام، لين الكلام وبشاشة الوجه، ولا تقل لهم هجرا، ولا تقل لهما أف،
كذلك أيضا من هداية هذه الآيات الكريمة أن الأم أشد برا من الأب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم في البر ثلاثا وذكر الأب مرة واحدة، وليس معنى ذلك أنه يعق أباه، إنما هو يحسن إلى أبويه إلى أبيه ويزيد الأم بإحسانه. كذلك أيضا العبد إذا بلغ سن الأربعين فإنه يعرف نعمة الله عز وجل عليه، فهو سبحانه وتعالى الذي بلغه هذا السن، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وعندئذ ينيب إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن الخاتمة. يعني إنسان ينشغل، يعني واحد كل ما بيكبر في السن تقرب إلى الله أكثر، قلل من الدنيا، قلل من الشواغل والقواطع، ويقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، لأن إيه؟ لأن ما تبقى هو يسير. والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.